فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يرخص للدعاة ولطلبة العلم أن يخرجوا في التلفاز للضرورة؟ التلفاز نقل، ما هو تصوير يعني يثبت ويبقى، إنما هو نقل، مثل نقل الصلاة من المسجد الحرام ونقل الصلاة من المسجد النبوي ونقل الحج، يعني أن الحجاج في عرفة وفي المشاعر، هذا نقل حي، يسمونه النقل الحي. نعم.